بمناسبة الزحمة وهذا الممر الخانق، أدعو صاحب هذه الفكرة أن يعتذر ليا، يعتذر لكل رجل مسن واجه ظروف صعبة جدا، يعتذر لنفسه قدام المراية، لأنه فعلا هذه الفكرة الشريرة اللي خلت الناس يتحطوا في ممر إغماءات. أنا يعني شفت مناظر في الإغماءات كتيرة جدا، الناس خد بالك ماشية خطوة بخطوة خطوة بخطوة، زي ما يكون زي الرجم بالظبط يعني. كله عمال يشتكي وكل الناس بالدفع الذاتي، يا حدش ماشي بيتزقوا. انت يعني بتقول لي بقى ايه المطلوب؟ المطلوب دلوقتي كانت هناك ظاهرة مبدعة، وهو اللجان الشبابية واللجان الإلكترونية. ايوه ما هو شباب. ايوه والحماس، انا شفت من جانب واحد اللي كله تبرع،